الأحداث تتسارع في السودان والميدان يشتعل بسقوط قتلى وجرحى خلال محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. قوى الحرية والتغيير أعلنت عن وقف التفاوض مع المجلس العسكري وبدء الإضراب السياسي والعصيان المدني والتصعيد الثوري. في المقابل ردود فعل عربية ودولية تدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد. بالتفاصيل سنتحدث اليوم مشاهدينا عن ما يجري في السودان سياسيا وميدانيا، إلى أين تتجه الأمور. أهلا بكم من جديد. سيكون معنا من لندن المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال، من القاهرة نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام أسماء الحسيني، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك من لندن أستاذ جبريل، من يتحمل مسؤولية ما جرى اليوم؟ من يتحمل مسؤولية سقوط هؤلاء القتلى والجرحى خلال الاعتصامات؟ شكرا جزيلا لك وشكرا للضيوف الكرام. دعيني أولا أن أترحم على أرواح الشهداء الذين مضوا إلى ربهم في صباح هذا اليوم، ونسأل الله أنه يشفي الجرحى الآن قاعدين في مستشفيات الخرطوم المختلفة. أولا بالطبيعة الحال أستطيع أن أقول أن المجلس العسكري أو المجلس الانقلابي، اللجنة الأمنية التي كان كونها الرئيس البشير، هي من تتحمل في المقام الأول مسؤولية قتل المدنيين، لأنه يعني هناك يعني ارضيه كانت هناك ارضيه مشتركه بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحريه والتغيير، كانت هناك قضايا تم الاتفاق عليها وقليل من القضايا الخلافيه، كان بالامكان انه الناس تتوصل لتسويه سياسيه بامكانها ان تنشر البلد من الوضع الحالي، لكن المجلس العسكري استبق كل هذه الاحداث وكانه يريد ان يقول انه في حيل عن اي اتفاق مع قوى اعلان الحريه والتغيير، وبالتالي غدر بهؤلاء الأبرياء السلميين، وبالتالي هو وحده من يتحمل هذه المسؤولية وسيحاسب على هذه الدماء التي سالت. على كل حال، المتحدث باسم المجلس العسكري نفى مسؤولية ما حصل. سيدة أسماء، أنتقل إليك إلى القاهرة. هو قال لم نحاول فض الاعتصام بالقوة، هو أكد عدم وجود أي تواجد عسكري أصلا في منطقة الاعتصام. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ المجلس العسكري اليوم ينفي، وقوى الحرية والتغيير تحمل المجلس العسكري مسؤولية ما جرى. نعم، التحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. بالطبع نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء للمصابين في هذا الحادث، هذه الجريمة الكبيرة التي لا يوجد أي مبرر لها. يتحمل مسؤوليتها بالفعل المجلس العسكري، القوات التي ذهبت لفض الاعتصام في منطقة موبوءة بالمجرمين هي منطقة كولومبيا، ذهب يقول أنه ذهب ليتعقب المجرمين الذين هربوا إلى الاعتصام
الاعتصام وأنه لم يكن ينوي فضه، سقط 30 قتيلا ومئات الجرحى، فما بالنا إذا كان ينوي فض الاعتصام؟ هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى لا يمكن أن يفوت بدون مساءلة وبدون تشكيل لجنة مستقلة، تحقيق نزيه شفاف ليكشف عن الحقيقة. ما جرى يحتاج إلى تبرير يمكن أن يقبله الشعب السوداني وتقبله القوى السياسية التي لا يمكن أن تستمر في التفاوض الآن مع المجلس العسكري، لأنها تحت ضغط الجماهير وتحت ضغط الشارع لا يمكن أن تحرق تاريخها السياسي وتذهب إلى التفاوض مع مجلس هو متهم الآن بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة الكبيرة. يبدو أن هناك الآن تصعيد من قبل كل القوى، حتى القوى التي كانت تنوي أن يكون هناك أو كانت تبدي شيئا من المرونة في التعامل مع المجلس العسكري وتريد أن تتوصل معه إلى اتفاق، بالطبع المماطلة وإطالة أمد المفاوضات هو الذي أوصل الوضع في السودان إلى هذا الوضع الذي يفتح الباب على المصراعي لسيناريوهات عديدة قد يبدو نحن بعدها. نحن سنتحدث عن المفاوضات، لكن يبدو الآن أنه المفاوضات لن تستكمل أستاذ بشار، أليس كذلك؟ بعد كل هذا التصعيد الذي حصل، إلى أين تتجه الأمور اليوم بين نفي المجلس العسكري وأصرار قوى الحرية والتغيير أن المجلس هو من يتحمل المسؤولية؟ هي حتما لن يبقى الوضع على ما هو عليه. الفشل الذريع الذي تعامل به من يحكم السودان سواء المجلس العسكري أو بدلاء عن نظام البشير تحت غطاء ما، فشلوا فشلا ذريعا بتحويل هذه المظاهرات السلمية في السودان، المطالب السلمية التي احترمها الجميع في العالم وفي الإقليم، حولوها إلى هذا الفعل المأساوي. الآن هل هذا تم بمسؤولية مباشرة من قبل المجلس العسكري الحاكم أم لا؟ بالضرورة هو فشل مركب. لو كان الموضوع افتعال حتى يؤدي إلى هذا الصدام الدموي، هو فشل استخباري أمني للمجلس العسكري، وإن كان ضليعا فيما جرى فهو فشل أيضا. ومن هنا الحل واضح أنه لن يبدأ إلا برأيي في 3 خطوات. الخطوة الأولى أولا تشكيل لجنة تقصي حقائق سواء كانت أممية أو سودانية وطنية، ويجب أن تكون حتما تتضمن مدنيين ونشطاء من المشاركين في هذه الحركات. ثانيا أرى أن لابد من انسحاب كافة المظاهر العسكرية والأمنية حتى يتم تفادي الاحتكاك مع المدنيين. وثالثا آن الأوان أن يعود من يحكم هذه البلاد ومنها السودان أن يفهموا ما قاله الرئيس التونسي عندما قال الآن فهمتكم. هذه المقولة التاريخية التي قالها زين العابدين بن علي عندما تحولت الثورة بتونس من الياسمين، ثورة ياسمين، إلى كل هذه التداعيات في الربيع العربي الدامية. الآن فهمتكم هذه الرسالة، أتمنى أن يفهم المجلس العسكري أن كفى حكم عسكريين للسودان، لأنه كان حكما فاشلا منذ أول يوم تولى فيه عسكري الحكم في السودان. انظري إلى هذه البلاد كيف تقسمت وكيف انشطرت وكيف جرت فيها سلسلة من ما الخيارات البديلة إذن أمام المعارضة الاقتصادي. هنا ما الخيارات البديلة أمام المعارضة أستاذ جبريل؟ أعود إليك إلى لندن. قوى الحرية والتغيير أعلنت العمل على إسقاط المجلس العسكري والتصعيد الثوري. ماذا نفهم من كلمة التصعيد الثوري هنا أستاذ جبريل؟ هل يمكن إذن أن تتأزم الأمور أكثر وتتجه نحو التصعيد أكثر وأكثر؟ هل يحتمل الشارع السوداني هذا التصعيد الثوري؟ بطبيعة الحال نعم، يعني التصعيد الثوري يعني أنه بدلا ما في المرحلة الأولى كانت الخطوات السياسية المتبعة هو الحوار مع هذا النظام أو اللي هو المجلس العسكري، وكان التفاوض بغية التوصل لتسوية سياسية بإمكانها أن تنشل البلد من الوضع المتردي الحالي اللي نحن موجودين فوقه. وكنا ما قبل هذا أو قبل هذه المجزرة كنا نعتقد انه المجلس العسكري هو يعني شريك في التغيير، او على اقل تقدير يمكن ان يكون شريك في المرحله ما بعد البشير، ولكن
بهذه الفعلة التي فعلها اليوم أكد المجلس العسكري أنه لا يصلح شريكا، بل لا يصلح أصلا. ما مصلحته في التصعيد أصلا أستاذ جبريل؟ هذه النقطة لم نفهمها. ما مصلحة المجلس العسكري بقتل المحتجين وتسليط كل الضوء عليه بأنه هو الذي أخطأ وهو الذي يرتكب العنف؟ طيب من قتل هذا المجلس العسكري؟ هناك أقوال عنه أنه جهات أخرى هي من قتلت المدنيين. من قتل المدنيين؟ هم المجلس العسكري. الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الكباشي يتحدث عن مطاردة مجرمين من منطقة كولومبيا. منطقة كولومبيا هذه تبعد أميال وكيلومترات من منطقة الاعتصام، يعني هي ليست بالمنطقة القريبة. ثم أنه كولومبيا تم فضح بالامس او قبل يومين تحديدا من هذا الموضوع. ومن الصعوبه بمكان انه الناس يطردوا من كولومبيا ويحتموا بالقياده العامه للقوات المسلحه، القياده العامه للقوات المسلحه حيث موضع الاعتصام. احنا المعتصمين معروفين من 6 ابريل ولغايه ليله الامس كان الناس متفقين بالسلميه، بحيث انه حتى ان كان هنالك من شخص تم دسه من قبل المجلس العسكري او من قبل النظام السابق او غيره بوسائل حاده او اليات غير مرغوب فيها في لدى المعتصمين، سيتم التفتيش، وبالتالي كل الناس الموجودين في مركز الاعتصام هم سلميين جمله وتفصيلا، سلميين 100%. وبالتالي المجلس العسكري ايا كانت المبررات او محاولات الانسحاب من المسؤوليه هي عباره عن تنصل ليس اكثر ولا اقل. المجلس العسكري هو من قام بارتكاب هذه المجزرة، وهو من يتحمل هذه المسألة. وبالتالي مسألة التصعيد مبنية على أساس أنه من الآن فصاعدا لا حوار مع هذا المجلس. من قبل كنا نتحاور مع هذا المجلس، ولكن الآن لا حوار مع هذا المجلس. الآليات المتبعة سيكون ما الخيارات البديلة لكم؟ الخيارات البديلة يعني في الوقت اللي كنا نحن فقط حاصرين المظاهرات والإضراب في منطقة القيادة العامة، الآن إذا أنت تشاهدين وبطبيعة الحال تشاهدين الوضع في الخرطوم وفي الولايات الأخرى، الآن الشارع السوداني كله مشتعل بدل ما كان الاشتعال في منطقة محددة ومعروفة للقوات المسلحة والعجل. يعني الأمور تذهب نحو التصعيد أكثر إذا كل الشوارع في السودان تشتعل هنا. ربما دعني هنا أستاذ جبريل أن أنتقل إلى سيدة أسماء من جديد. طيب سيدة أسماء، المعارضة تقول نحن لن نحاور، نحن لن نتفاوض مع هذا المجلس الذي قتل هؤلاء الأبرياء، وهي تقول سنبقى في الشوارع ليس فقط الخرطوم بل في كل الولايات الأخرى. إذن ليس هناك أي مفاوضات مقبلة. نعم، الوضع بالفعل يتعقد ويزداد صعوبة، وكل قوى الحرية والتغيير الآن تتوحد على خلف هذا الموقف التصعيدي تجاه المجلس العسكري. وكلنا رأينا بيانات الأحزاب السودانية بما فيها بيان للسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة الذي كان يدعو إلى التروي في التعامل مع المجلس. هو يقول الآن أنه يعني ليس هناك الآن حوار مع هذا المجلس، وبالتالي نحن إزاء مشهد تصعيدي يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة. في النهاية هذه الجماهير تحتاج إلى سند ما من داخل المؤسسة العسكرية يدعمها. هذا يفتح الباب ربما لتغيير من داخل المؤسسة العسكرية، قد يأتي بآخرين يعبرون عن فلول النظام السابق تحت أي لافتة ما، قد يفتح الباب لخلاف داخل الجيش نفسه بشأن هذا. من يقول النظام السابق لم يرحل حتى، قدر الله نعم بالطبع له أجهزته وميليشياته ودولته الموازية، وهو ما زال ينتظر ويترقب الموقف حتى تحين لحظة الانقداد. وأعتقد أنه المجلس العسكري هو قدم الذرائع أي تغيير أو أي يفتح الباب أمام أي تغيير محتمل. إذا لم يقم بإجراءات حقيقية سيكون من الصعوبة أن يقنع هذا التغيير الذي نريد أن نتحدث عنه الآن. سيدة أسماء اسمحي لي هنا أستاذ بشار، هذا التغيير التي تتحدث عنه السيدة أسماء من القاهرة، هل يمكن أن يحصل تحت ضغوط دول عربية أو إقليمية معينة؟ لأن الأمور لا يبدو أنها ستهدأ بنفسها. المعارضة ستستمر بالتظاهر، المجلس العسكري مستمر بربما كبح هذه المظاهرات. هل يمكن لدول معينة هنا أن تدخل على الخط في السودان وتضغط على الفرقاء؟
الأمل معقود على مصر، معقود على دول خليجية تملك قنوات اتصال وتواصل مع الدولة العميقة في السودان. هناك عصب أمني عسكري وهناك عصب اقتصادي. من المعروف أن الدولة السودانية برمتها تعتمد اعتمادا كبيرا على القوة العسكرية كقوة ناظمة ضابطة للأحداث على الساحة الوطنية في السودان. فلو تم الضغط عسكريا على المؤسسة العسكرية في السودان من خلال الدول ذات الارتباط التاريخي الاستراتيجي مع المؤسسة العسكرية في السودان، هناك بصيص أمل. كلنا نذكر سوار الذهب. سوار الذهب كان عسكريا ومشهود له حتى الآن ليس فقط السودانيين، إنما العرب عموما. يعني نذكر بكل الإجلال والاحترام هذه الشخصية التي تولت الحكم وانسحبت واحترمت تعهداتها أنها لا تريد أن تحكم. آن الأوان للسودان، وهذه مسألة أعتقد أنها طرحت في السودان وطرحت في الجزائر ومن قبل في عدة دول عربية من ضمنها مصر. المؤسسة العسكرية يجب أن تنأى عن الدخول في الحياة السياسية اليومية لأن فيه إفساد للطرفين. هذه مسألة يعني شبه مؤكدة وعليها إجماع. إذن الخلاص قد يكون بالضغط على من يحكم السودان حقيقة، وأعتقد أنه كانت محاولة لإعادة إنتاج وتأهيل وتقديم النظام السوداني ممثلا بالبشير. الكثيرون يعتقدون أن لم يتم تغيير النظام ولا واجهة النظام حتى في السودان، ومن هنا المشاكل ستستمر. المخرج الوحيد هو بتمثيل مدني يمثل السودانيين حقيقة من كل الأحزاب. وهذا ما تريده المعارضة، وليس فقط مؤسسة حكومة انتقالية. ولكن العذر عند المجلس العسكري هنا أستاذ جبريل، نسمع هذا العذر أنه الوضع الحالي في البلاد لا يحتمل حكومة انتقالية، ولذلك على المجلس العسكري أن يتولى زمام الأمور. طيب هل يمكن هنا لمصر مثلا، أستاذ بشار ذكر مصر، هل يمكن لمصر أو دول خليجية معينة أن تضغط على هذا المجلس لتقديم تنازلات لعودة المفاوضات على الأقل؟ ألا بإمكان هذه الدول أن تلعب دور. أنا يعني قد يكون هنالك دور أصلا هو موجود في الساحة، لأنه البرهان تحديدا وحميتي كانوا في القاهرة وكانوا في أبو ظبي وكانوا في السعودية، وبعدما أتوا من هذه المناطق حصل الذي حدث. لربما يكون هذا تصرف خاص بهؤلاء الناس لأنه يريدون أن يمسكون مقاليد الحكم، ينفردوا بالحكم السوداني على أساس أنه حكم عسكري ولا يأمنون المدنيين. وهذه مسألة يعني فيها كمية من التناقضات. المجلس العسكري الآن يتعرض إلى ضغوط إقليمية، هذه حقيقة، يتعرض إلى ضغوط محلية على أساس أن النظام السابق ماذا الموجود، وجزء كبير من قيادات المجلس العسكري هم في الأساس يعني إسلاميين، يعني في الأساس هم مؤتمر وطني، هم أخوان مسلمين، وبالتالي يعني من الصعوبة بمكان يسلموا الحكم لجهة مدنية. لما نتكلم عن لماذا لأنهم هم يعني جزء منهم أصلا متهمين مرتكبين لجرائم. يعني دعك عن جرائم 11 ديسمبر لغاية اللحظة، من قبل في دارفور هنالك جرائم، يعني هذه جرائم لم تنسى بالتقادم على الإطلاق، لا يمكن أن تنسى هذه الجرائم بالتقادم. الدول الإقليمية بإمكانها أن تلعب دور، وحتى هذه اللحظة إحنا ندعو هذه الدول الإقليمية ومصر تحديدا يجب أن تلعب دور، لأنه الأمن القومي المصري مربوط بالأمن القومي السوداني، والعكس صحيح أيضا. الأمن القومي السوداني مربوط بالأمن القومي المصري. أي تدهور أمني في السودان ينعكس سلبا مباشرة على مصر. وبالتالي ماذا يمكن أن تفعل مصر؟ سيدة أسماء ماذا يمكن أن تفعل مصر؟ لماذا حتى الآن مصر تدين؟ ربما صدر اليوم موقف عن الخارجية المصرية بعد الذي حصل، لكن لم نرى بعد أي عمل مصري كبير ربما حتى ولو غير معلن ولكن سياسي على الأقل للضغط على هذا المجلس لتسليم الأمور لحكومة مدنية انتقالية. نعم، أعتقد أنه الجريمة الكبيرة اللي ارتكبت في حادث فض الاعتصام اليوم بالقوة ليس هو فقط الأرواح التي البريئة التي زهقت بدون ذنب ولا جريرة، وإنما هي أنها توقف أو أوقفت المسار السياسي. وكانت قد تواترت أنباء قبيل ساعات من فض الاعتصام بالقوة أنه سيكون هناك تحرك عربي من أجل تقريب الهوة الموجودة
موجودة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وأيضا الحركات المسلحة الموجودة في السودان لدفعهم للتوصل إلى توافق واتفاق واسع. الآن بالطبع تعطل هذا. المطلوب من مصر تحديدا التي تعنيها كما ذكر أخي وصديقي العزيز الأستاذ جبريل آدم بلال هو أنها أكثر دولة معنية بالأمن والاستقرار في السودان لأنه جزء من أمنها واستقرارها. أعتقد أن مصر والدول العربية الأخرى عليها أن تقوم بدور خالص تجاه السودان لأنه عدم الاستقرار في السودان يعني عدم استقرار للمنطقة كلها، المنطقة العربية والأفريقية، والسودان هي واسطة العقد. طيب ماذا يمكن أن تفعل مصر؟ هي أصدرت بيان اليوم سيدة أسماء، هي أصدرت بيان اليوم يعني علقت فيه بشكل عن على الأحداث التي حصلت وقالت أن مصر تتابع ببالغ الاهتمام ما يحصل كل هذا الكلام، ولكن على الأرض سياسيا ميدانيا ماذا يمكن لمصر أن تفعل؟ نعم، البيان ترحم على أرواح الشهداء ودعا إلى التهدئة ومواصلة التفاوض. أعتقد أنه أكبر عمل يمكن أن تقدمه مصر وأن تقدمه الدول الأخرى أن يكون السودان بعيدا عن الاستقطابات والتجاذبات الموجودة في المنطقة العربية، أن تقدم النصيحة الخالصة لكل الأطراف السودانية بغير استثناء، أن يدركوا أن السودان لا يمكن أن يحكم عبر نظام ديكتاتوري، وإلا لو كان استمر نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأنه لن يحكم إلا عبر تحول ديمقراطي. السودان له خصوصيته أن يقدموا النصيحة، أن يمهدوا الأجواء من أجل التواصل إلى توافق وإزالة كل العقبات التي تحول دون الاتفاق، لأنه بدون ذلك يمكن أن تكون البلد مفتوحة على مصراعيها الآن أمام سيناريوهات متعددة. هذا عن مصر، ماذا عن واشنطن أستاذ بشار؟ أيضا السفارة الأمريكية في الخرطوم كتبت على تويتر أنه هجمات قوات الأمن السوداني خاطئة يجب أن تتوقف، وحملت واشنطن المجلس العسكري مسؤولية ما حصل. ليس غريب على كل حال على الولايات المتحدة أن تتدخل وأن تعطي النصائح بين مزدوجين للأنظمة الأخرى في كل دول العالم. ما هي النصيحة التي يمكن أن تعطى في السودان من قبل الأمريكيين؟ كيف ستتدخل واشنطن؟ أنا أعتقد أن المسألة ستتجه إلى منحى العقوبات، وقد تبدأ في عقوبات عسكرية وإدراج بعض أسماء العسكريين الذي قد يثبت تورطهم بهذه الأعمال العسكرية. عندما يتضمن الموقف الأمريكي انتقادا مباشرا بالاسم لأن لقيام جهات أمنية أو عسكرية باستخدام قوة ضد مدنيين عزل في اعتصام، تلك مسألة تهم الرأي العام العالمي والأمريكي بالصميم. ولكن كلنا نذكر أن العلاقات الأمريكية السودانية هذه علاقات كانت إشكالية حتى في عهد تعاقب الرئاسات بين جمهوريين وديمقراطيين. نعلم مثلا كل فضائع دارفور لم تتمكن حتى رغم الحشد الإعلامي والسينمائي هولويدي في إدانة ما جرى في دارفور، الكنائس والسينغوغز يعني الأديان كافة المسلمين ومسيحيين ويهود أدانوا ما جرى في دارفور، ولكن لم تنقطع العلاقات بين المؤسسة العسكرية الأمريكية والسودانية لتعاون في مجالات أخرى تتعلق في مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا. ولكن ما يجري الآن أعتقد، والنصيحة الأمريكية عادة التي يعني كما أشرت وتفضلت، دائما النصائح الأمريكية تقول في المطلق أنه لا يجوز قمع احتجاجات مدنية سلمية، وهنا المقتل برأيي، هنا المقتل. وهنا أعود إلى ما ألمح إليه الأخ الزميل من لندن، الكارثة ليس فقط في السودان وإنما بكل الوطن العربي هو تحالف العسكري مع الديني. عندما يتحالف رجل الدين المسيس بمعنى التيارات الإسلامية مع التيارات العسكرية تكون النتيجة كارثية، وطبعا هي لا تقل دموية وكارثية عن تحالف القوميين مع العسكريين كما جرى بالانقلابات التي شهدتها مصر والعراق وسوريا. الكارثة هي استمرار وإمعان المجلس العسكري في إنكار وجود حركة مدنية ستنجح حتما في المستقبل وتزيح هذا الكابوس عن كامل. ما الذي يعطي الأمل بحركة مدنية في المستقبل أستاذ جبريل؟ ما الذي يعطيكم الأمل بحركة مدنية في المستقبل في السودان؟ هل هذه المواقف الدولية والعربية تعطي الأمل لأنها تضغط على المجلس العسكري وتقول له أنه أنت من تتحمل المسؤولية عما جرى؟ لا طبعا الأمل معقود لدى الشعب السوداني، لأنه إحنا
يعني عندما يعني خرج الناس ضد هذا النظام، يعني لسنين الناس كانوا يطلعوا مظاهرات ويقمعوا ثم يخرجوا مرة أخرى ثم يقمعوا، ومئات الجرحى ومئات الشهداء رقت أرواحهم إلى الله، لكن في نهاية الأمر خرج الناس على أكبر طاغية في إفريقيا هو عمر البشير. 30 سنة من الحكم العسكري، 30 سنة من القمع والقتل والتعذيب والسحل، جرائم يعني لم تخطر ببال عقل سليم على الإطلاق. لكن في نهاية الأمر الشعب السوداني أستاذ جبريل المحاسبة أيضا لم تحصل. نعم تسمعنا بشكل واضح أستاذ جبريل؟ نحن نقول أيضا بأن المحاسبة نعم السؤال لحضرتك، نحن أيضا نقول أن المحاسبة لم تحصل خلال السنوات الماضية. ما الذي يعطي الأمل للمعارضة الحالية بأن المحاسبة ستحصل للمجلس العسكري مثلا؟ بطبيعة الحال وهذا هو الأمر الذي يخيف المجلس العسكري في تسليم السلطة. يعني إحنا طالما أنه استطعنا إسقاط نظام ظل 30 سنة من القمع والقوة العسكرية، نستطيع أنه نسقط هذا المجلس العسكري المتهاوي والمختلف في مع بعضه وقياداته مختلفة مع بعضه. وإذا تم إسقاط هذا النظام، وسيتم إسقاط هذا النظام مهما كان الثمن ومهما كانت الأرواح والشهداء والجرحى، سيسقط هذا النظام. وبعد إسقاط هذا النظام بطبيعة الحال سنسعى، يعني إحنا لا نسقط النظام من أجل الإسقاط ولا نطلع الشارع من أجل الشارع، نعم. نخرج الشارع ونسقط النظام من أجل بناء دولة مؤسسات، من أجل بناء دولة مدنية، دولة قانون. والقانون الذي يتحدث عنه المجلس العسكري هو القانون الذي يطالهم جميعا، وهو القانون الذي يطال كل سوداني بما في ذلك الناس. هناك لجنة تحقيق شكلت على كل حال في السودان، هناك لجنة تحقيق سيدة أسماء بشكل سريع لو سمحتي، لجنة تحقيق شكلت في السودان، هل فعلا يمكن أن نقرأ خلال الأيام المقبلة نتائج هذا التحقيق الموضوعي لتحميل المجلس العسكري مسؤولية ما جرى؟ المطلوب أن تكون لجنة تحقيق ذات مصداقية، لجنة تحقيق مستقلة فيها أطراف إقليمية أو دولية من المعتصمين من الممثلين للحراك الشعبي، نعم. تستطيع أن تقدم تقرير ذو مصداقية يقنع الشعب السوداني ويقنع قوى الحراك الشعبي ويقود إلى الأمام، وليس مجرد تحقيق صوري يسدد الخانات فقط، وإنما يقول الحقيقة كما جرت ويوجه الاتهام، نعم. لمن قاموا بهذه الجريمة البشعة. شكرا جزيلا لك من القاهرة نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام السيدة أسماء الحسيني على هذه المداخلة. الشكر أيضا لضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، والشكر للمستشار السياسي لحركة العدل والمساواة من لندن كان معنا الأستاذ جبريل آدم بلال، والشكر لكم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة.